استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من المبادرات التي تكفل استدامة المكتسبات التي تحققت للمواطنين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث الأفكار والرؤى التي تضمن ديمومة وتطوير وتنمية المرتكزات التي تدعم وتساند تعظيم هذه المكتسبات. وفي الشأن الدولي فقد جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الموقف الموحد واتفاق الكلمة والتنسيق المشترك في التعامل مع المستجدات في المنطقة والعالم، مؤكدين سموهما بأن التعاون هو الخيار الاستراتيجي الأوحد للتصدي للأخطار والتعامل الأمثل مع انعكاساتها على المسار التنموي والوضع الأمني، منوهين سموهما بأهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد وفي شأن الوقوف على مسار التعاون على الصعيدين الثنائي أو الدولي.